رياضيا، أطلقت مساء أمس وزيرة الشباب والرياضة السيدة حبيبة ساولبا جونجوميم البداية الرسمية للموسم الرياضي دورة 2017-2018. تقرير عباس أبكر مصطفى. بهذه العروض لمختلف الألعاب الرياضية بالبلاد جاءت الانطلاقة الرسمية للموسم الرياضي دورة 2017-2018 في كافة الأراضي الوطنية لمختلف مكونات الرياضية. وقد شارك في الانطلاقة الرسمية عدد من المسؤولين إلى جانب وزيرة الشباب والرياضة والترفيه حبيبة ساولبا. عمليات العروض المتنوعة تؤكد مدى رغبة ممارسي هذه الرياضة لتطوير هذا القطاع. شهدت مناسبة الانطلاقة الرسمية تظاهرات رياضية أخرى مماثلة. وزيرة الشباب والرياضة والترفيه حبيبة ساولبا جونجوميم في كلمتها الافتتاحية لانطلاقة الموسم الرياضي لهذا العام عربت عن إعجابها التام بالتظاهرات الرياضية المختلفة، كما شددت الوزيرة إلى ضرورة إدخال مادة التربية البدنية في البرنامج الدراسي في المؤسسات التعليمية، مما يساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة واللياقة البدنية العالية. هذا فإن مناسبة الانطلاقة الرسمية ترأسها وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا أملاً بأن تحتل الرياضة مكانتها المناسبة والنحوض بالألعاب الرياضية التشادية من حيث الحيوية والمهارة. إذن بهذا التقرير حول الانطلاقة الرسمية للموسم الرياضي 2017-2018 نصل إياكم لنهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضاء التشادية من إنجمينة، ونعتذر لبعض الأخطاء الفنية التي حصلت خلال هذه النشرة. أتلقاكم دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.